بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاء أمور الصف السادس الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض أول درس في مادة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائي، وهو بعنوان تكريم الله تعالى للإنسان، الفصل الدراسي الأول 2024. وبعد مشاهدة الدرس، إن عجبك الدرس ما تنساش تدعمنا بلايك وتشارك الفيديو مع الأصدقاء. تكريم الله تعالى للإنسان. خلق الله تعالى الإنسان وأبدع في خلقه وأودع فيه كل ما ينفعه من نعم وقدرات وصفات، وميزه سبحانه وتعالى وميزه عن سائر المخلوقات ليعيش حياة طيبة على الأرض ويسهم في تعميرها. خلق الله تعالى الإنسان وأبدع أتقن في خلقه سبحانه وتعالى، وأودع فيه أي وضع فيه أو ترك فيه كل ما ينفعه من نعم وقدرات وصفات، وميزه عن سائر المخلوقات ليعيش حياة طيبة على الأرض ويسهم في تعميرها. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. شرح الآية. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة أنه كرم ذرية آدم عليه السلام وهم البشر. بماذا كرمهم؟ بالعقل وإسجاد الملائكة له، وسخر لهم ما يحملهم في البر من الدواب وما يحملهم في البحر من السفن، ورزقهم من الطيبات المأكل والمشرب، وفضلهم على كثير من مخلوقاته تفضيلا. فيجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. والسؤال: ما الذي أودعه الله تعالى بالإنسان؟ أودع الله تعالى بالإنسان كل ما ينفعه من نعم وقدرات وصفات، وميزه عن سائر المخلوقات ليعيش حياة طيبة على الأرض ويسهم في تعميرها. ميز الله تعالى الإنسان. إذن السؤال: ما الذي يميز الإنسان عن باقي مخلوقات الله تعالى؟ يميز الله تعالى الإنسان بما يأتي. رقم واحد: التقويم. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن صورة. رقم اثنين: تسخير الكون. سخر الله تعالى الكون وما فيه للإنسان. سخر الله تعالى كل ما في هذا الكون لنفع الإنسان وتيسير حياته. وقال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رقم ثلاثة: الرسل والكتب. بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب السماوية لتعليم الإنسان. رقم أربعة: العقل الذي أودع الله تعالى فيه القدرة على التفكير والإبداع والابتكار. يبقى العقل الذي أودع الله تعالى فيه القدرة، أبدع الله تعالى في العقل القدرة على التفكير. بماذا نفعل بعقولنا؟ نفكر ونبدع ونبتكر. يبقى أودع الله تعالى فيه القدرة على التفكير والإبداع والابتكار. رقم خمسة: الجسد الذي أودع الله فيه تعالى القدرة التي تعين الإنسان على العمل والعبادة ومساعدة المحتاج. العقل أودع الله فيه القدرة على التفكير والإبداع والابتكار. الجسد أودع الله فيه تعالى القدرة التي تعين الإنسان على العمل والعبادة ومساعدة المحتاج. رقم ستة: القلب الذي أودع الله تعالى فيه مشاعر الحب والود التي تجعل الإنسان يتعامل مع الآخرين معاملة حسنة.
رقم 7 المسؤولية، وهي القدرة على الإنجاز وإعمار الأرض. هي القدرة على الإنجاز وإعمار الأرض. إذن السؤال: ما النعم الربانية التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان؟ أنعم الله على الإنسان بكثير من النعم، منها التقويم وحسن الهيئة وتسخير الكون وإرسال الرسل وتنزيل الكتب السماوية والعقل والجسد والقلب. والسؤال الثاني: لماذا سخر الله تعالى الكون للإنسان؟ سخر الله تعالى كل ما في الكون لنفع الإنسان وتيسير حياته، وكي يتمكن من أداء المهمة المطلوبة منه، وهي عبادة الله وعمارة الكون. صفات الإنسان: ما هي صفات الإنسان؟ للإنسان عدة صفات، منها حب التعلم والفضول للاستكشاف والرغبة في الابتكار والإبداع. يبقى حب التعلم والفضول للاستكشاف والرغبة في الابتكار والإبداع. رقم 2 الرغبة في تكوين علاقات اجتماعية جيدة، فالإنسان يحتاج إلى الشعور بالانتماء كالانتماء للأسرة والأصدقاء والوطن. الرغبة في تكوين علاقات اجتماعية جيدة، فالإنسان يحتاج إلى الشعور بالانتماء كالانتماء للأسرة والأصدقاء والوطن. رقم 3 حب الخير للآخرين وتقديم المساعدة لهم. حب الخير للآخرين وتقديم المساعدة لهم. رقم 4 التعلم من الخطأ، فمن طبيعة الإنسان الوقوع في الخطأ، ولكنه يستطيع إصلاح هذا الخطأ ويجعله فرصة للتعلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن صفات الإنسان: حب التعلم والفضول للاستكشاف والرغبة في الابتكار والإبداع، الرغبة في تكوين علاقات اجتماعية جيدة، فالإنسان يحتاج إلى الشعور بالانتماء كالانتماء للأسرة والأصدقاء والوطن، حب الخير للآخرين وتقديم المساعدة لهم، التعلم من الخطأ، فمن طبيعة الإنسان الوقوع في الخطأ، ولكنه يستطيع إصلاح هذا الخطأ ويجعله فرصة للتعلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والسؤال: بما ميز الله تعالى الإنسان عن سائر المخلوقات؟ ميز الله تعالى الإنسان عن سائر المخلوقات بالكثير من الصفات، مثل حب التعلم والفضول للاستكشاف، الرغبة في تكوين علاقات اجتماعية جيدة، الطموح والرغبة في الابتكار والإبداع، حب الخير للآخرين وتقديم المساعدة لهم، التعلم من الأخطاء وجعلها فرصا للتعلم. دور الإنسان على الأرض: ما هو دور الإنسان على الأرض؟ قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. هذه الآية توضح المقصد من وجود الإنسان، وهو أن الله جل وعلا جعله خليفة في الأرض. ما معنى خليفة في الأرض؟ معنى خليفة الله تعالى في الأرض أن يكون الإنسان مسؤولا ومكلفا بعبادة الله وعمارة الأرض وإصلاحها بعون منه سبحانه وتعالى. فقد ميزه جل وعلا على جميع المخلوقات بهذه المهام، وسخر له الأرض للقيام بها. والسؤال: ما معنى أن الإنسان خليفة في الأرض؟ معنى ذلك أن الإنسان مسؤول ومكلف بعبادة الله تعالى وعمارة الإنسان وإصلاحها بعون منه سبحانه وتعالى. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من الدرس الأول، وانتظرونا إن شاء الله في الدرس الثاني. إن عجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو ومع الأصدقاء، وهسيب لك إن شاء الله بعض الأسئلة هتحملها في الوصف تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.